رح نبقى بعالم السيدات والابتكارات يلي بيعملوهم السيدات، ولكن رح يكونوا معنا ضيوف هون بالمتحف، وضمن صباحنا غير لليوم مثل ما عم نشوف أفكار جديدة كيف فينا نحن نحول المواد يلي منتهية صلاحية استعمالها ونرجع نستعملها ونجدد هذا الشيء من أول وجديد. هي ثقافة وهدف قدر نادي البيئيين الصغار انه يرسخ هاي الثقافة عند الأطفال أيضا، فكيف قدروا يحققوا هالشي؟ وأيضا شو هي أبرز الأفكار يلي بيقدموها ويلي اليوم فيهم يقدموها ويفيدونا فيها؟ رح نستضيف اليوم ميرفت الحاج علي، مشرفة البيئية في مديرية البيئة بمحافظة دمشق. أهلا وسهلا أهلا فيكي. وسهلا فيكي. وأيضا حلا الحفار، خريجة بيئية وخبيرة تقييم بيئي. أهلا وسهلا فيكي. وأيضا مشرفة بنادي البيئيين الصغار، أهلا أهلا فيكي. وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بحضرتك. شرفتونا. أهلا وسهلا، يسعد يسعد صباحكم. صباحكم وصباح الجميع، يسعد صباح سوريا، يسعد صباح الوطن. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يعني حلا رح نبدأ من عندك ورح نحكي شوي عن نادي البيئيين الصغار وأنشطته المستمرة خلال العام الدراسي. تمام. نادي البيئيين الصغار تأسس بال2015، بنستقطب الأطفال من عمر 7 ل 12 سنة لحتى نعرفهم أكثر عن البيئة اللي هي ما لها بس سما وشجر، هي كل شيء بيحيط فينا. بنعرف الأطفال شو هي المشاكل البيئية وشو دورنا كأفراد وكمجتمع وشو السلوكيات الصحية اللي لازم نتبعها لحتى نقدر نحافظ على البيئة ونلاقي حلول للقضايا البيئية اللي عم تواجهنا. النادي البيئي فيه منهاج كل سنة عم نشتغل على تطويره بشكل مستمر، بتضمن فقرات وبرنامج متكامل لإيصال المعلومات البيئية بطريقة تفاعلية من خلال أنشطة وألعاب بيئية، مسابقات، موسيقى، مسرحيات بيئية، بالإضافة كمان لتجارب علمية عم نعملهم إياها مثل تجفيف النباتات، مثل صناعة المخللات وغيرها من الأنشطة الزراعية كمان. وبيكون في كمان رحل كل فترة ناخذهم رحل علمية ترفيهية للأطفال لحتى يعرفوا أكثر مثلا عن متحف العلوم، مكتبة الكتب التبادلية وهيك يعني. يعطيكم ألف عافية. ست ميرفت كيفك؟ هلا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. يعني إعادة التدوير وهي الثقافة يعني شفناها تمام، بالفترة الأخيرة صارت أكثر انتشارا، صحيح. ولكن يمكن يعني معرفة عن أخرى بتختلف، أو تمام، الاستفادة من المواد بين حدا والتاني بيختلفوا. صحيح. نحن اليوم هاي الثقافة كيف عم ننشرها بين الأطفال؟ يمكن حكينا عن النادي، ولكن هاي الثقافة بالذات كيف فينا ننشرها بين تمام. الأطفال؟ هلا مثل ما بتعرفي انه اعاده التدوير هي لها اهميه كثير كبيره، اهميه اقتصاديه، اهميه جماليه، اهميه ماديه. هلا انا لما عم بطرح فكره اعاده التدوير يعني انا عم خلص كم هائل من النفايات يلي بدي ادي حرقه لتلوث بيئي. هلا نحن بلشت تبلورت عنا هالافكار، جمعناها نحن ككادر، كصبايا، كمشرفات بيئيات، تصقلت عنا هي الشيء بدورات تدريبية، دورات تعليمية لنأدي هي الفكرة بطريقة كتير صحيحة وكتير سليمة للأطفال. نحن الأطفال اللي عم تيجي لعنا على النادي عم نعلمهم إعادة التدوير، عم نبلش معهم بألوان فاقعة زي العلبة البلاستيك اللي عم يجيبوها، لأنه الولد كتير بينشد لألوان فاقعة، أحمر، أصفر. فأنت لما عم تجيب لي علبة بلاستيك أنا عم بقدر زين لك اياها بالوان كثير فاقعه، عم خليك تشتغل فيها، تزرع فيها. بهي الطريقه وصلت له فكره انه انت بتقدر تحافظ على شيء اسمه حمايه البيئه. وبالاضافه انه نحن عم ننشر وعي مو بس ضمن الاطفال، عم بنشر وعي للاسره. يعني ست البيت لما عم تشوف انه ابنها عم يجيب علب بلاستيك عم بقدر انا اصنع لها اياها بهي الطريقه، عم تصير ماده جماليه ببيتها، عم تقدر تزين فيها البيت. فهي الافكار كلها تبلورت عنا وقدرنا نطرحها لاطفال النادي. وبالاضافه لما عم يصير عنا فعاليات عم يرتادوا الناس لعنا من كل الفئات، عم نقدر نطرح لهم هالافكار من خلال المعارض اللي عم تصير. كلها بالاجمال هدفنا ان التوعيه الشامله لكل الفئات. اكيد. حلال، الفئات العمريه اللي عم تشتغل عليها وشو الافكار اللي هيك ممكن عم تخلوا يمكن الاولاد بدل ما يكبوا الاشياء يستفيدوا منها، خاصه نحن بنعرف انه هلا الوضع المادي للاهالي شوي تعبان يعني مشان يدبروا امورهم، فكيف الاولاد فيهم يحسوا بقيمه الشيء؟ تمام.
هلا نحن الاعمار اللي عم نستقطبها بالنادي من 7 ل 12 عم نقسمهم لفئتين عمريتين، من 7 ل 9 ومن 10 ل 12. بنحاول نصمم الانشطه اللي تتناسب مع اعمارهم، مثلا الاطفال الفئه العمريه الصغيره بنعمل لهم انشطه بتعتمد على الانشطه الحركيه اكثر، بتعتمد على التلوين، بينما الاكبر في مجموعات عمل، في مناقشات. هي الطريقه بتساعدنا نحن نقدر نوصل لهم المعلومه العلميه بشكل تتناسب مع اعمارهم. وطبعا يعني نحن لما عم نفهمهم شو هي المشاكل البيئيه اللي عم تواجهنا، شو هن عم يصيروا يعرفوا اهميه الاشياء. يعني نحن مثلا عم نواجه مشكله التلوث، التلوث البيئي اللي هو مشكله كبيره بكل مكان بالعالم، تراكم النفايات يعني البلاستيك بده مئات السنين لتتحلل. فنحن لما بنوصل لهم المعلومات العلميه بصير الطفل قدران لما نحن نعمل له انشطه اعاده تدوير يعرف نحن ليش عم نعمل هذا الشيء. يعني ميرفت، يمكن بخلال فصل الصيف الاطفال بيقدروا اكثر انه هن يروحوا على النادي، هن يستخدموا يمكن يطبقوا اي شيء بيتعلموه بالبيت. اما هلا بالشتويه النادي بعده موجود، كيف في تنسيق بين النادي والمدرسه؟ وهل في فكره انه طرح هيك ماده بالمدرسه؟ هلا نحن اطفال الناديين البيئيين الصغار متواجدين معنا مو بس فتره الصيف، متواجدين معنا كمان بالمدارس. ونحن من خلال البرنامج اللي نحن بالتعاون مع وزاره التربيه ومديريه التربيه كمان نحن بنتواجد بالمدارس. هلا نحن اكثر فكره قدرنا نصلى انه نحن ليش ما نعيد لف الجرايد. هلا مثل ما عليك شايفه هون نحن قدرنا نحن والطلاب، طبعا عندنا مشرف بيئي كمان بيأدي الأفكار وبيساعد الأطفال بالنادي وبرات النادي، إنه من لف الجرايد عم نقدر نعمل شيء تستفيد منه ست البيت، أو بنقدر كمان نحن كمشرفين كأي مهرجان عم يصير عم نقدر نستفيد من هي القطع، إنه إيه بنقدر نعمل من لف الجرايد. حتى هون نحن المادة الثانية اللي كتير قدرنا نستهلكها هي كنزات الصوف اللي ممكن الست إنه تستغني عنها. نحن حاولنا نساعد الأطفال وجبنا من توالف الخشب سوينا له النور مثل ما عليك شايفة، وعلمناهم كيف يشدوا الصوف ويعملوا منه ممكن يكون سجادة، ممكن يكون أي قطعة ست البيت تقدر تحطها على الطاولة. مو صعب على الأولاد النور؟ هلأ نحن لأنه عنا فئات من الأعمار. هلا الفئات الصغيرة لمجرد عم يلف معنا يلف كبكوبة الصوف يشارك معنا عم يكون كتير مبسوط، وبتعرفي الطفل دوما عنده حب الفضول، فتبلورت الأفكار. كنا من مشروع صغير صار مشروع أكبر، خلصنا من قطع الصوف، من قطع يلي سويناها من ورق الجرايد، صرنا نوسع المشروع لأطفال أكبر، الفئة العمرية الثانية اللي هي من 10 سنين ل 12 سنة. هدول الأطفال قدروا يجيبوا لنا خامات بشكير تالف انه الوالده ما بدها اياه، فنحن قدرنا نعمل هي الفازه. حتى وقت شاركنا بمهرجان الشام بتجمعنا سعوينا شلال، طبعا كله بوجود الاطفال، طبعا نحن بنضيف لمستنا الهم، ما بقدر انا امسك طفل بتعرفي الوان الدهان، بس نحن استخدمنا هي المواد لنحافظ على هي القطع وتضلها موجوده معنا ونشارك فيها بكل الفعاليات. طيب هلا عم تكونوا موجودين انتم بالمدارس يعني خلال حصص اعاده تدوير والانشطه البيئيه، يعني انه عم توعوا الطلاب على هذا الشيء؟ عم تكونوا موجودين بكل حصه؟ في حصص منتظمه صارت لكم؟ تمام. هلا في حوالي 20 مدرسه تقريبا كنا كل سنه عم نكون معهم. في مدارس متوزعه بشكل جغرافي منتظم بمدينه دمشق، بالاضافه للتركيز على دمشق القديمه، في كثير مدارس مثل مدرسه الشهيد باسل حافظ الاسد، عائشه الباعونيه، الياس فرحات وغيرهم كمان. بنعلم الاطفال، نعطيهم الدروس البيئيه بطريقه تفاعليه، بنخليهم يتشاركوا مع بعضهم بالصف، يرسموا رسمات جماعيه، يعملوا منتجات اعاده تدوير سوا، لحتى نحن نقدر نخلي نبني عندهم ثقافه بيئيه ووعي يقدروا هن كمان ينقلوها لرفقاتهم لاهلهم بالمنزل. فنحن عنا خلال الفصل الدراسي حصة أسبوعية لكل صف بمدرسة لحتى نحن نضل مستمرين معهم طول الفصل الدراسي. يمكن بكل بيت سوري تنكة السمنة منزرع فيها، علبة البتيفور بتصير للخيط عنهم. تمام، يعني هي بعدها عايشه بذاكرتنا. تمام. بس ارتبطت ببيت التيتا يمكن ما نحن بس وسعناها اكثر الافكار. هلا نحن بمشاركتنا بمعرض الزهور زرعنا الشتلات بطريقه انه نحن بنقدر نزرع،
نقدر نعمل جبنا علب السمنة مثل ما عم تفضلي وتحكي، طبعا ضفنا على لمسة ألوان مشان تجذب الناس لما ترتاد الجناح انه شو عاملين كيف زارعين. فنحن فعلا زينا المعرض بمواد كتير بسيطة، للأسف هي عم تروح للنفايات للكب، فنحن لا انه بنقدر نستخدمها، بنقدر نستغلها، بنقدر نجمل، بنقدر نعمل كل شيء. فهي القطع جبناها حتى نحن تبلورت كل الأفكار عنا وطورنا هذا النادي وساوينا فاشون، يعني ساوينا عرض أزياء من توالف البيئة. للوهلة الأولى خفنا من ردة الفعل إنه كيف بيقدر طفل خلينا نشوف هالفستان يلبس قطعة من إعادة التدوير. فنحن هي القطعة شوي، هي القطعة هي عبارة عن صحون بلاستيك، معالق بلاستيك إعادة تدوير، جمعناها نحن والأطفال، فشفنا ردة الفعل عند الأطفال كانت فرحة كتير كبيرة لهم إنه هن عم يساعدونا، عم يجيبوا لنا أفكار بالتنسيق معنا نحن عم ننسق كلهم. كيف تجمعون للموارد؟ هلا أنا طبعا بدي أشكر كل الأهالي اللي هن أكبر مساعد لنا إنه عم يبعثوا لنا أشياء كتير نظيفة عم يجمعوها عم يشوفوا. طبعا نحن لما بنجمع هي الأفكار وبنساوي الفساتين عم نعمل لهم بنهاية النادي عم نعمل لهم مهرجان صغير، عم هدول الأطفال عم يقيسوا هدول الفساتين عم يعرضوهم بطريقة نحن بنعلمهم على بنشجع فيهم أغاني التراث، بنشجع فيهم إنه إيه بنقدر نحافظ على البيئة من خلال هالأفكار. فالطفل بشكل عام إنه دوما عنده اطلاع، دوما بيحب يعرض بيحب يعمل، فلما عم يلبسوا هدول الفساتين عم نشوف الفرح فيهم. خاصة الصبايا الزغنوطات حتى نحن في مرحلة من الأعمار أخذناها صبايا سوينا بدلة بيضة كلها من إعادة تدوير الورق، فلقينا فرحة كتير كبيرة، لقينا تفاعل وحتى في تفاجؤ بين الناس يعني إنه كيف عاملين هذا الفستان. فنحن صبايا ورشة عمل صبايا، كل صبية بتجيب فكرة بنتساعد مع بعضنا طبعا لينجح المهرجان بشكل عام. نعم. حلا بهيك ختام حديثنا شو بتحبي توجهي هيك لكل الأهالي، وخاصة مثل ما قلنا إعادة التدوير صارت ثقافة مهمة بالمجتمعات، شو بتحبي تقولي؟ بحب أقول لهم إنه نحن نحن كسوريين متعودين من نحن وصغار نحافظ على البيئة، متعودين إنه نعمل إعادة تدوير لأي أشياء عنا بالمنزل، يعني على طول نحن عنا هالشي متوارث، فكتير نركز على هالشي، هو شيء كتير ضروري لنقدر نحمي بيئتنا، نقدر نحافظ على حياتنا الحالية ونضمن مستقبل لأطفالنا. البيئة نحن بوضع عم تتدمر، فنحن لازم نتعاون من هلأ لنضمن للجيل القادم حياة منيحة. ست ميرفت كلمة أخيرة بتحبي توجهيها؟ هلا أنا بدي أوجه شكل طبعا السيدة يلي هي دوما سابرة معنا، دوما عم توقف معنا، هي الست المهندسة وديعة جحا مديرة البيئة، يلي هي إلى الفضل الأول والأخير يلي وصلتنا لمرحلة إنه بنقدر نعمل كل شيء، بنقدر نعمل شيء من لا شيء. كمان عنا معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد وضاح قطماوي اللي هو دوما بشد معنا، يلي دوما عم يشوفنا، دوما عم يخلينا ننتج انه بتقدروا تعملوا. وبدي وجه كل الشكر للاهالي تبع نادي البيئيين الصغار يلي هن دوما عم يساعدونا، دوما واقفين معنا، عم يجيبوا الاطفال، عم يخلونا نتشجع نعمل اكثر واكثر واكثر. وبالنهايه بشكر الكل، ان شاء الله يا رب تضل البيئه باحسن ويكون مشروعنا اكبر واكبر واكبر ويضم كل الفئات. وشكرا لكم، شكرا للكل ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا، شكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافيه. يعطيكي الف عافيه، شكرا لوجودكم معنا.